بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا بتاع الاسبوع، منيو الاسبوع الاقتصادي. انا هدخل في الفيديو على طول، مش عايزة اتكلم كتير، ولو اني بحبكم جدا، والناس اللي قالوا لي كلمينا عن نفسك، يعني انا بتكلم عن نفسي، يمكن في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمت عن نفسي. انا انسانة بسيطة جدا، كنت مدرسة زراعة وطلعت على المعاش بقالي سنة، واي معلومات تحبوا تعرفوها بقى قولوا لي وانا اقولها لكم. ندخل على طول في الفيديو. يوم الجمعه والسبت هناكل رقاق او جلاش او مكرونه بالبشاميل، بس الحشوه اللي انتوا بتحبوها، يا اما محشيه بانيه، يا اما محشيه خضار، يا اما ولو خضار نحط عليها جبنه، يا اما محشيه لحمه مفرومه على الصاج، يا اما محشيه كبد وقوانص، اي حشوه مع كمية الرقاق أو الجلاش أو المكرونة اللي هتكفينا يومين، وممكن برضو نشيل منها قطعتين في الفريزر. تمام، احنا متفقين على الحاجات دي. يوم الحد هناكل عجة. العجة مفيدة جدا، فيها خضروات كتير، وأنا الحقيقة بعملها ببصل متشوح كده، وبعد كده طماطم، وبعد كده بقدونس برضو متشوح كده على النار في شوية زيت صغيرين، وبعد كده بحط عليه البطاطس المكعبات اللي احنا متفقين عليها، وبعدين بطفي النار وبدوب بقى كمية بيض زي ما يكون، اي كمية انا عايزاها حسب افراد الاسرة، حسب الكمية اللي انا عايزاها، حسب كمية البيض اللي عندي، وهكذا. هدوبهم شوية بيض كده، هو اخفقه بالشوكة كده او بالمضرب، وبعدين بحط عليه دقيق متدوب في مية، برضو كمية دقيق كده حوالي 4 معالق أو كوباية دقيق، بدوبها في كوبايتين مية ودوبها كويس قوي، وحط عليها ملح وفلفل، وطبعا البيض ملح وفلفل. بعد كده أحط كل الحاجات على بعضها، هتبقى صينية أو صينيتين محترمين كبار كده يقضوني برضو اليوم، وممكن برضو أشيل منهم علبة في الفريزر. ده يوم الحد. تمام، يوم الاثنين هناكل كبده ومكرونه. كبده بقى بتاعت فراخ، كبده عاديه، كبده اسكندراني، اي كبده. لو مش عندك ممكن قوي مفروم من الفريزر نحطه على المكرونه، يعني نمشي حالنا. نسيت اقول لكم ان في العجه ممكن قوي بعد ما تستوي شويه كده، يعني في نص السوى بتاعها في الفرن، ممكن برضو نحط عليها شويه جبنه موتزاريلا كده او جبنه رومي. الاولاد بيحبوا طعم الجبن قوي في الحاجات او في اي اكل. تمام، طيب قلنا يوم الاثنين هناكل كبده ومكرونه. كبده الاسكندراني طبعا كلنا عارفينها، بنشوحها بنتبلها الاول بكمون وملح وثوم وفلفل اخضر، وبعد كده بنسخن الزيت وبنحطها عليه ونقلبها. تمام، فبتبقى لذيذة جدا مع المكرونة بقى، أو مع سندوتشات مع السلطة. ممكن نعمله يوم دليفري كده كأنه جاي لنا من بره، سندوتشات مع السلطة كده، معها شوية بابا غنوج، معها شوية سلطة الطحينة، هيبقى يوم جميل. تمام، يوم الثلاث والأربع بقى هنطبخ طبخة خضار، بسلة أو قلقاس أو كوسة أو الخضار اللي انتوا بتحبوه، والخضار المتوفر في السوق حتى لو بطاطس. بعد كده هنحط عليه يا اما عصاج من اللي في الفريزر، يا اما لحمه عاديه. والحقيقه انا لما بطبخ اي حاجه بحب ادي صدمه كده للحمه في اي ماده دهنيه الاول، بتبقى طعمها احلى بكتير، وبتاخد جزء من السوى، وبتبقى جميله جدا في الخضار. ده يوم الثلاث والاربع، وبرده ما ننساش نشيل علبه في الفريزر. كده بقى عندنا كميه علب اهو، ممكن يقضونا يوم الخميس. يوم الخميس بقى لو مش عندك علب في الفريزر، ممكن شاورما فراخ، حتى لو ربع بانيه ممكن نعمل منه كمية بصل عليه وطماطم وفلفل وحاجات، نقلبهم على النار كده مع بعض، هيبقوا شاورما جميلة جدا مع شوية سلطة أو مع شوية مكرونة أو مع شوية رز أصفر اللي بتحبوه. تمام، ده كان المنيو بتاعنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ولو انتوا عندكم اي اقتراحات لاكلات تانية ممكن تقولوها لي، نستفيد من بعض. ولو انتوا عندكم اي تعليق على الحاجات اللي انا قلتها او الاكلات اللي انا قلتها، ياريت برضو تقولوها لي. بحبكم جدا جدا جدا،
وأتمنى أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.